خلينا نختم بأقر وأعترف. جاهز؟ لازم لازم أقر وأعترف. برضه أسئلة صعبة برضه. لا 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 في المنهج. أقر وأعترف مع كابتن محسن صقر. كابتن محسن صالح، تقر وتعترف ان سبب رحيلك من لجنة التخطيط هو عدم النجاح في المهمة او عدم تقديم اي اضافة؟ والله الناس بتقيم الانسان بالانجازات اللي بتحصل. نعم. فالفترة اللي انا كنت موجود فيها، وانا يعني مش هقول ان انا كان صاحب الدور ولا بتاع، احنا كنا مجموعة بنشتغل، كنت انا وزكريا وكان في خالد بيب، وبعدين خالد طلع وجا حسام غالي الخطيب هو اللي برأس هذه اللجنة. كنا بنشتغل بروح رياضية وبجو اسري. نعم. عملنا اللي علينا. وخلال فترة وجودي اتحققت بطولات كتيرة في النادي الاهلي. طب ده يعني، طب جاوب لي على السؤال التاني. تقر وتعترف ان لجنه التخطيط شريك في الكثير من الصفقات الفاشله اللي الاهلي تعاقد معاها؟ لا. لا. لا لا لا، احنا يعني الصفقات الفاشله كانت قرارات مدربين. طيب تقر وتعترف انك كنت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمه الاجهزه الفنيه للاهلي بالمخالفه لتقاليد النادي وطبيعه منصبك؟ انا كان نفسي يكون عندي اللي هي التويته اللي انا بقول لك عليها دي. ايوه يعني انا بكتب، وعلى فكره وانا من زمان وانا بكتب، وكان عندي صفحه اخر ساعه مقالات في الصحافه زمان وبكتب يعني في الحاجات اللي هي مهمه ورياضيه. فانا مؤمن، وقلت لك من شويه، نعم، البطوله مدرب ولاعيبه والراجل مشرف عليهم. نعم. او مدير كوره او حاجه كده. وجمهور. نعم. انما كل اللي بيشتغلوا عمال واداريين ومش عارف ايه ده كلهم بيسهلوا الامور. نعم. فانا مش عايز اقول لك ان احنا اثناء وجودنا النادي الاهلي حقق بطولات. نعم. لكن مش احنا اللي حققنا البطولات، لا. ومش احنا اللي خسرنا بطولات. نعم. لا. تقر وتعترف انك فشلت مع منتخب مصر في المرتين اللي توليت فيها منصب المدير الفني؟ لا، مره الاولى نعم مسكتها طوارئ، كنت مساعد وهرب راوتر، فتوليت. نعم. المسؤولية وكملت المشوار وتأهلنا لجنوب أفريقيا. نعم. وما كملتش جيك رول. وحققنا. نعم. يعني ريكورد. نعم. ما حصلش قبل كده. وبعدين الحمد لله يعني كافئوني وأخلوني وجابوا كورونا. مرة تانية بعد ما فزنا بالدوري مع النادي الإسماعيلي. نعم. وطلعت بتعليمات، لان نعم. انا ما كنتش عايز اخد التجربه. أيوة. لكن طلعت بتعليمات، اشتغلت كويس، كان معايا فرقه كويسه، كان ممكن نعمل بطوله. لكن اللي حصل انه احنا تعادلنا، كسبنا زيمبابوي، خسرنا من الجزائر في اخر دقيقه في ماتش كنا احنا راكبينه، تعادلنا مع الكاميرون 3-3 والجزائر 4-4، هم فاتوا بهدف اعتباري. صحيح. فانا ما اعتبرش ان انا، لكن لابد ان انا اعترف ان انا فشلت. كانت في لعيبه بتدخل في عملك فعلا، قالوا انه التوقيت ده كان ميدو له دور كبير، وكان بيتدخل في التشكيل، وكان يعني هو المسيطر على الفرقه. يشوف ميدو كان في الوقت ده زي محمد صلاح في وقتنا ده. نعم مظبوط. كان نجم كبير. نعم ده صحيح. وانت لعيب، ويمكن تفتكر ان انا اتكلمت معاك كتير اثناء. نعم. ما انا كنت مدربك في. نعم. في المنتخب او في النادي يعني. نعم. المدرب الناجح هو اللي بيتواصل مع اللعيبه. طيب. مش ممكن انا اجيب لعيب واقول له انا عايز منك كذا 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 كذا، وهو نازل الملعب من غير ما اتناقش معاه، ممكن يقول لي انا ما اقدرش اعد الدور ده. نعم. يبقى ساعتها افكر في حلول، فكنت بقعد مع ده وبقعد مع ده وبقعد مع بلال وبقعد مع احمد حسن وبركات وحازم وكل اللعيبه كنت بقعد معاه. لكن لان ده نجم، فالنفوس ساعات بتبقى يعني فيها بعض الغيره، بعض اللعيبه بيبقى فيها شويه. لكن لم يتدخل في عملك اطلاقا، ما دخلش في التشكيل اطلاقا. يعني يا كابتن احمد، برايك انت بمدرب يعني يعني مش عايز اقول قادر على ده. نعم. اتخاذ قرارات قويه. نعم. وكانت قرارات صارمه وقرارات يعني موجعه وقرارات. نعم. خطيره جدا. هيجي يسمع كلام لعيب يقول له نزل فلان وشيل فلان؟ يعني لم يحدث. اللي حصل ساعتها انه في مباراه الكاميرون. نعم. فانا عايز العب براس حربه ونص. مش عايز العب باثنين. نعم. يعني فرقه تقيله. فجبت بلال، قلت له يا بلال انا عايزك تلعب نص تحت ميدو. أي. مش راس حربه واضح. نعم. قال لا يا كابتن انا ما اعرفش العب دي. انت هتعمل كذا؟ قال لي لا انا ما اقدرش العب دي. اوكي، فشلته وحطيت ميدو. ميدو كده كده
هو اي مدرب هيلعب ميدو الاول يعني المنطق يعني. نعم. فيعني احمد بلال يعني الظاهر ان هو يعني زعل. الله زعل. فبدا يقول انه ده ميدو اللي شني. ميدو اللي قال للكابتن محسن ما تلعبش بلال. يعني الغيره والحاجات اللي بين اللعيبه دي المفروض انها يعني ما تتعالجش بالشكل ده. نعم. او ما تكذبش او ما نعم. تجرحش او ما بتسقش لمدرب بكلام يعني بتنفي كل هذا الكلام جمله تفصيل. تخرج وتعترف ان تجربتك الوحيده الناجحه في التدريب هي الفوز بالدوري مع الاسماعيلي والكاس. لا انا حققت بعدها كاس امير الكويت. نعم. مع النادي العربي. قبلها ثالث دوري مع ثالث دوري في الاقاليم معناها نعم. انك انت بطل الدوري. بطل دوري. ثاني دوري مع الاسماعيلي. نعم. صعدت في بداياتي مع نادي بورفؤاد للدوري الممتاز لاول نعم. مره في سنوات نعم. طويله. نجحت مع منتخبات ليبيا ومع منتخبات اليمن. يعني الحمد لله المسيرة مشرفة. مسيرة جيدة الحمد لله. تقر وتعترف انك حزين ومحبط من تجاهل الكثير من ابنائك اللي اكتشفتهم لدورك معهم وتعمد هم بيتجاهلوا دور كابتن محسن صلاح معهم. يعني دول ابنائي. ما تقدرش انك انت يعني ما انتش عارف ظروفهم ايه. لكن يعني أنا عملت كتير مع اللعيبة ويمكن أنا المدرب الوحيد اللي فتح الباب. نعم. أمام لاعبين من الأقاليم ولاعبين كانوا صحيح ما حدش عارف. عبد الله الصاوي من طنطا، محمود أبو الدهب، يعني أسامي. نعم. أسامي كتيرة. نعم. فيعني ما كانش يعني هيغلب لو قال لي إزاي كده. مين أكتر واحد بيودك؟ خالد بيبو. خالد بيبو. تقريبا. ساعة احمد نخله بيكلمني. وليد صلاح. وليد بيكلمني. مين اللي انت مستغرب انه ما بيكلمكش؟ ولا هم كتير ابرزهم. هم كتير يعني. بركات. بركات ابني. انا عارف انت بتحب بركات جدا. بركات ما بسمعش صوته خالص. سيد معوض ساعات بقابله في الساحل. صدفة كده. ميدو ساعات بيكلمني بيتصل بيا يسال عليا. نادر ساعات بيسال عليا. نادر السيد. مدرب كويس على فكره. نادر السيد مدرب كويس. سالت عنه كتير. مدرب كويس. اللي انا حزين عشانه. اللي انا يعني اتهاجمت كتير عشانه. ولكن بيحاول ينكر او يظلم الدنيا مش عارف ليه يعني. يعني يشوف كابتن فكري صالح يقول له كابتن صالح فكري صالح هو اللي اكتشفني. يقابل كابتن حسن مختار الله يرحمه كابتن حسن مختار الله يرحمه هو اللي اكتشفني. وانا عانيت عشان اجيبه. كان قرار يعني الناس كلها كانت مستغربه له. انا بتكلم على الحضري. حضري. بتكلم على الحضري. ايه كان دورك مع الحضري؟ يعني الحضري انا رحت اتفرج عليه في ماتش دمياط ونادي بورفؤاد. نعم. فتوسمت فيه الخير وانه في المواصفات المطلوبه لحراسه المرمى. نعم. فبدات اتابع واجمع معلومات وحركت حسن مختار يروح يشوفه وحركت كذا يشوفه هنا. التقارير كلها كانت في صالح. كنت مدرب منتخب اول ساعتها؟ كنت مدرب منتخب. نعم. اول ساعتها. فكل التقارير كانت في صالح. اللي بياخد قرار ضم لعيب او استعباده مين؟ مدرب. مدير فني. مدير فني. نعم. مش مدرب حراس ابدا. مش المهندس. نعم. انا بريده. لا يعني هو من يومين ثلاثه طلع المهندس انا بريده هو اللي راح جابني من دمياط. المهندس انا بريده ما كانش يعرفك ولا شايفك اصلا. نعم. يعني فانا رحت بعت له وجاء معسكر الفريق الاول. ودخل معنا معسكر في دار المدرعات. قعد فتره وبعد كده كان في المنتخب الاولمبي موجود وهو كان سنه صغير. مزبوط. فكلمت كابتن شوقي كلمت هانا بريده وكلمت كرول الولد ده يشتغل عندكم في المنتخب الاولمبي هيعمل مستوى كويس وبعد كده ناخده لان احنا عندنا يعني ما شاء الله حراس المرمى كتير وكلهم. نعم. اسامي كبيره. فده اللي كان.
بعد ما ضميته بعد كده اشتغل وكلمت الله يرحمه ثابت البطل، قلت له حضرتك كلمت ثابت، قلت له في حارس مرمى كويس حاول تاخده، فخلص معاه وبدا يلعب في النادي الاهلي. وبعدين قبل 2004 2002 عملنا التجمع عشان بطولة 2004 اللي في تونس يعني. نعم. فكان مستواه هابط في هذه الفترة. فاستبعدته من المنتخب. نعم. وكان معايا نادر السيد، وكان معايا عبد الواحد السيد أول مرة كان يبقى موجود في المنتخب، وكان عصام عبد العظيم، ويعني مجموعة من الحراس الشباب اللي كانوا موجودين ساعتها بتاع. فاتفاجئت إن هو طلع هاجمني في الجرايد. انتقدني وهاجمني بعنف يعني. فاستغربت، فبعد يوم يومين لقيته بيكلمني بالتليفون. طب كويس. والله يا بابا انا ما قلت حاجه، ده هم اللي كاتبين، والله يا بابا والله مش عارف ايه. انا مش عايز اقول انا رديت وقلت يعني، لكن يعني حزنت من عدم الوفاء. يعني ايه يعني بعد ما ربنا ادالك ووصلت وعملت كل حاجه في الدنيا، يعني انت ايه اللي يمنع انك انت تقول انه الراجل ده هو اللي اكتشفني يعني، أو هو شرف. الراجل ده هو اللي اداني الفرصة. نعم. أو هو اللي اختارني واداني في الحتة دي يعني، ما هو أنا طالب منك حاجة ولا أنت هتدفع لي حاجة ولا فده موقف أنا حزين عشانه يعني. بالمناسبة امبارح لنا زميلنا تعرفه إبراهيم عزت، كان حارس مرمى النادي الأهلي زمان، كان من الحراس الجامدين إبراهيم، بس هو بقى باظ راح بقى مهندس يعني انشغل بالهندسة. وكان معانا عدد من زملائنا القدامى يعني، كان معانا رضا شبكه وعلي سامي وكابتن عمرو ابو المجد، واحنا كلنا دايما بنادين كده بالفضل للكابتن عمرو ابو المجد يا كابتن محسن. أيوة. لان احنا كنا فرقه 17 سنه، فهو رغم ان هو اكبر مننا ب 10 سنين يعني، فبالنسبه لنا هو ابونا وهو اخونا وهو استاذنا وهو. فعمل لنا التجمع ده امبارح، وطاهر ابو زيد كان يعني انا طاهر ابو زيد ورضا شبكه وعلي سامي كابتن عمرو، ورحنا عند ابراهيم لانه كان يعني كان وعكه كده وربنا سبحانه وتعالى اكرمه وعدت على خير. فعايز اقول لك كنا مش عايز اقول لك كنا فرحانين بالكابتن عمرو فرحه طاغيه، لانه البدايات دي بتفرق قوي يا كابتن. طبعا ده ابو الناشئين. انا على فكره انا ما ببوسوش، انا ببوس دماغه اول ما اشوفه لازم ابوس على دماغه. وعندنا جروب كده، فما اعرفش اكتب اقول كابتن عمرو اقول استاذنا وكابتننا الكبير دكتور عمرو، ما اقدرش اكتب له الا كده، ما اعرفش اكتب له الا كده، لان دي حاجات اساسيات في الحياه ما يقدرش الواحد. لعل بس يمكن يكون عصام اقول لك يعني على اسم انا زعلان منه. سريع كده. باشمهندس فرج عامر طلب مني لما الفريق طلع انه انا اساعده في تكوين الفريق. ايوه طبعا فاكر، كان ليك دور مع سموحه. فكان في لعيب اسمه محسن الشحات في نادي الشرطه. ايوه. فمهندس فرج عامر قال لي روح معلش انت يعني الناس هناك هتعرفك وتحبك، هنا هتعمل لك اعتبار. أيوه. مش هيطلبوا مننا فلوس كتيره وكده كويس. يعني فرحت فعلا اتناقشت مع الناس هناك وطلعوا كويسين وخلصنا كل حاجه وتمسكوا بسعر معين. ده اخر حاجه يا كابتن بتاعه. قلت لهم طب في عندكم لعيب صغير كده صغير كده قالوا ما بيلعبش عندكم، ادوهن. قالوا ده طيب خدوا ده. خد خدت اوراقه ورحت الاسكندريه هناك قابلت المهندس فرج عامر اديته محسن الشحات هو الولد الصغير ده اللي بتاع. قال لي مين ده؟ قلت له ده شطه الجديد. شبيه شطه. طلع مين ده؟ ايوه طارق حامد. لا 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 دي قصه اول مره اسمعها. ايوه طارق حامد. فقلت له ده هيقوم بك بنفس الدور بتاع شطه اللي كان بيقومه معانا، عنده نفس المقومات نفس البتاع. بدون مقابل. بدون مقابل. بدون مقابل. من الشرطه لسموحه بدون مقابل. بدون مقابل، ده عشان محسن الشحات فوق البيع يعني. خدناه بتاع. فكان في وكيل لعيبه اسمه نبيل ابو زيد، اكيد هتعرف. كان لعيب كويس نبيل. طبعا طبعا. فلقيت الولد طارق حامي جاي بيقول لي يا كابتن انا في واحد وكيل بتاع مضاني على وكاله. قلت له وكاله ايه؟ قال لي عشان هو اللي بقى يعني سواقني بتاع. قلت له انت مجنون يعني، انا جايبك ببلاش وجايب واحد ياخد منك فلوس وياخد من نادي فلو كده. فجبت نبيل، قلت له يا نبيل انت جبت الولد ده؟ قال لي يا كابتن بس عشان يبقى يعني انا احميه بتاعه. قلت له هات الورق بتاعه ده لكش دعوه بيه. وقطعته فعلا.
والولد بدأ في مع مع سموحة وربنا كرمه وفي الآخر بعد أظن سنتين ثلاثة المهندس فرج باعه بسبعة مليون تقريبا. بعد الزمالك بسبعة مليون ما بعتوليش حاجة. ما فيش ما بعتوليش حتى مكافأة. لا زعلان لأنه ما فيش مرة قال لي إزيك يا كابتن. مع إن طارق ده كويس أوي. أنا عارف إنه كويس. ده من نوعيات بس مشاغل الحياة الظاهرة. من النوعيات الجميلة وأرجو كمان عصام الحضر يعني اتصل بحضرتك لانك يعني صاحب فضله ليك دور كبير جدا جدا واحيانا بنختلف. انا بفتخر ان انا اكتشفت اللاعب ده. نعم بفتخر بيه. لا طارق انا بحبه جدا وللعلم هو ساكن معايا في نفس الكامباوند. طب عد سلم عليا. لا بس طارق والله طارق من النوعيات اللي انا اضمنها لانه فعلا بني ادم كويس بس يعني ممكن يكون غاب عنه. انا استنى